بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين باحسان الى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحه ونفسنا عدد ما وسع الله ما بعد. نقم الثراء والشرح والتعليق على سنة الدار القطني الحاق بالحجة مجود أبي الحسن علي بن عمر الدار الحسني البغدادي المتوفى سنة 385 من الهجرة النبوية الشريفة، عن 80 عاما، وقبره ملاصق بقبر سيدنا معروف الكرسي ببغداد رحمه الله تعالى، رفع الله بعلمي وعلوم شريفتي وتلامذتي لي وقراي مصنفاتي وصباحيه في الدارين امين. وما زلنا في الكتاب الاول، كتاب الطهاره، الحديث 69 بعد 600. قال حدثنا ابن مبشر، قال حدثنا احمد بن سنان، قال حدثنا عبد الرحمن عن شعبه عن يزيد أبي خالد قال سمعت أبا سفيان عن جابر قال ليس في الضحك وضوء. احنا بنناقش قضية القهقاء، الضحك بصوت، هل ينقض الوضوء أم لا؟ لو كان في الصلاة بطلت الصلاة، لكن هل عليه الوضوء أيضا أم لا؟ الأحناف قالوا لا ينقض الوضوء إن كان خارج الصلاة، وإن كان داخل الصلاة ينقض الوضوء تعنيفا وتعزيرا عليه فيتوضأ ويجلس، وباقي المدائح قبل الضحك والقهقاه لا تنقض الوضوء بأي حال، فلو بطلت الصلاة يعني أو قهقاه فيها عليه أن يعيد الصلاة دون أن يعيد الوضوء. واضح؟ وده الراجح، لأن كل الأخبار اللي قالت إن القهقاه تنقض الوضوء كلها أخبار بالطرق البخيلة. وعن شعبة عن يزيد أبي خالد وعاصم من الأحول سمع الشعبي مثله سواء. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا إبراهيم الحربي قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يزيد أبي خالد عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال ليس في الضحك وضوء. ورواه أبو شيبة عن أبي خالد فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثنا عبد الباقي ابن قانع قال حدثنا محمد بن بشر ابن مروان السيرقي قال حدثنا المنذر بن عمار قال حدثنا أبو شيبة عن يزيد أبي خالد عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء. خالفه إسحاق ابن بهلول عن أبي في لفظه. يعني المتبهلون، لكن هي ايه؟ الفصيح بضم الباء بهلول، المصريين عليه بهلول بفتح الباء واللغه العاميه، لكن الفصيحه ايه؟ بهلول، زي يقول ايه؟ زقزوق، الفصيحه زقزوق، واخد بالك؟ وهكذا المصريين ايه؟ يفتحوا علشان ربنا يفتح عليك. يفتح بيه. وعن ابي قال حدثنا به ابو جعفر احمد بن اسحاق ابن بهلول قال حدثني ابي قال حدثني أبي عن أبي شيبة عن يزيد أبي خالد عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء. يبقى قطعا تنقض الصلاة لأنها من جنس الكلام الغير مفهوم، لأنها صوت هك 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 كده مثلا، هي برضه صوت،
صحيح مش كلام لأنه غير مفهوم، لكنه صوت كسائر الكلام. فإذا قلنا أن الكلام ينقض الوضوء يبقى الطهارة تنقض الوضوء لأنها صوت وإن كان لا معنى لها، ولا معنى في ذاته لكن معنى في حاله يدل على إيه؟ على يدل على إيه؟ على إنه الإنسان مبسوط قوي بس. لكن هل إيه معناها؟ إيه؟ تفتح القاموس هي ليها معنى؟ ملهاش معنى، خدت بالك؟ يبقى إيه؟ يبقى لأن الكلام من جنس القهقرة من جنس الأصوات والكلام صوت والكلام في الصلاة قدرة، يبقى القهقرة طبعا. يعني معناها لو ابتسمت من غير صوت الصلاة صحيحة. يعني واحد كده جه ابتسم بس لعب مثلا الصغير بيعمل حاجة تضحك هو قاعد يصلي وتابع الواد فابتسم ما يقدرش صلاته صعبة، فهمت بقى؟ لكن لو خرج منه صوت هنا بقى، فهمت بقى؟ لكن لا ينقض وضوء يقوم يقطع صلاته. طب ألم أما تنتقد صلاته يسلم؟ لا ما يسلمش لأن ينتقد خالص خرج منها فجأة يسلم بقى ينشئ صلاة جديدة. وعن به قال حدثنا عثمان بن محمد بن بشر قال حدثنا إبراهيم الحربي قال حدثنا موسى ومعاذ قال حدثنا حماد بن سلم عن حبيب المعلم عن عطاء عن جابر قال كان لا يرى على الذي يضحك في الصلاة وضوء زي العطسة. انت عطس عطسي يعني عين طاء سين ياء. طب بكلمة هنا طبط الوضوء، شوف انت طبط الصوت ما تنقلش الوضوء بس طبط لأنها من جنس الكلام. يبقى عايز تعطس كده تكتبها بحيث ما تطلعهاش كده ايه عطسة فصيحة تلاقي عطسة مبهمة هتفصح عنها بالحروف طبط الصلاة، فهمت بقى؟ فناخد بالنا من الحاجات اللي هي تغيب على بعض العوض. وعن ابي قال حدثنا القاضي الحسين ابن اسماعيل قال حدثنا ابو هشام قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر قال لا يقطع التبسم الصلاه حتى يقرقر. يقرقر يعني هذه معناه يقرقر، لكن لو ابتسم من غير صوت ما يدورش الصلاه. رفعه ثابت بن محمد عن سفيان. وكانوا في ناس كده يقعدوا يدعوا ويجوا يخلوا الناس تبكي. لما تحت الطلوع صلاته. انا مره كنت بصلي في عمر في ختمه القران في رمضان من اكثر من 20 سنه. كان بقى ايه محمد جبريل ربنا يكرمه حيث هو موجود الان بيدعي بقى دعيه يبكي الناس. فالناس كلها قاعده بتبكي ويطول. لا درجة واحد جه في وسط الصلاة قال آه ياما آه ياما آه ياما افتكر أمه بقى وبكاءه على أمه وهي ماتت من 10 سنين. طب ما كده خليت صلاته بطلت ليه يا محمد يا جبريل بتاع بس يعني ما فيش داعي انك انت تستدر بكاء الناس اثناء الصلاه بطريقه هم لا يفقهوا البكاء الذي لا ينقض الصبر. هيبكي بقى بكاء شويه هيقول يا دهوتي ولا صلاه، لا ما ينفعش كده، فاهم؟ فلازم تحافظ على صلاه اللي بيصلي وراه، ما تستدرش بكاءه باي طريقه بحيث هو لا يعلم احكام ما هو البكاء الذي لا ينقض الصلاه وما هو البكاء الذي ينقضه. فهمت بقى ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع من صوته ازيز البكاء، يعني ما خرجش صوت. لكن هتقعد تبكي بصوت زي اللي يضحك بصوت. تبطل الصلاة، اللي هيبكي بصوت زي اللي يضحك بصوت، فهمت بقى ازاي؟ فناخد بالنا من الحاجات دي لان ايه؟ كانت شاعت حكاية ايه موضة ان كل ما يجي أي تعذيب يكررها لحد ما الناس وراتك ويجي يقعد في الدعاء ايه يستعطف ربه في الدعاء كتير لحد ما الناس تبكي وراه، وكده يعني هو يبقى عمل انجاز حلو انه ابكى المسجد كله. فما انت كده ابطلت صلاه نص اللي وراك.
لون ما تشرب، فاهم؟ ليس كل مصلي يعلم هذه الاحكام الدقيقه، فاهم؟ فناخد بالنا الامام لازم يأم الناس يحافظ على صحه صلاتهم، مش يدخلهم في مشكله يمتحنهم، فاهم؟ وعن ابي قال حدثنا عثمان بن محمد بن بشر قال حدثنا ابراهيم الهروي قال حدثنا بشر بن الوليد قال حدثنا اسحاق بن يحيى عن المسيب بن رافع عن ابن مسعود رضي الله عنه قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اذا ضحك احدكم في الصلاه فعليه اعاده الصلاه. يبقى ضحك في لغه العرب يعني ابتسم بصوت. فهمت ازاي؟ لكن لما يقول ابتسم يبقى معناه ايه؟ بغير صوت. حركة شفة بس. فهمت؟ وعن أمه قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا إبراهيم الحربي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال خرج أبو موسى في وفد فيهم رجل من عبد القيس أعبو فصلى أبو موسى فركعوا فنقصوا على أعقابهم فتردى الأعور في بئر. قال الأحنف فلما سمعته يتردى فيها فما من القوم إلا ضحك غيري وغير أبي موسى. يعني هي واحد أعور وهم بيصلوا كده إيه الصفوف ضيقة فتراجعوا خطوة لم طلع فيه إن في بير فإيه الراجل الأعور ده وقع فيه والناس المهم. فمعظم الناس المصلين ضحكوا إيه إلا هو والإمام. فلما قضى الصلاة قال ما بال هؤلاء يعني ضحكوا عليه الناس دي. يسأل الإمام بقى اللي هو سيدنا أبي موسى الأشعري قال ما بال هؤلاء؟ قالوا فلان تردى في بئر فأمرهم فأعادوا الصلاة. يعني أمر اللي ضحك أن يعيد الصلاة. هو ما عادهاش لأن هو ما بحقش. يعني لو انت مأموم وعملت ناقد للصلاة لا تبطل صلاة الايه؟ الإمام، تبطل صلاتك لوحدك. لكن لو الإمام عمل ناقد للصلاة تبطل صلاته وصلاة المصلين خلفه. ليه؟ وعن أبي قال برضه ساعات الواحد مثلا ينف ويتف. لما تيجي تف ما تقولش تف تف كده تف صوت برضه يبطل الصلاة. فاهم؟ لكن خلي اللي هتلفه فاهم كده وتعصره كده بشفايفك بتديه من غير صوت. يعني انت وانت داخل الصلاة تحرص على الا يخرج منك صوت ايه؟ خارج عن التسبيح او التلاوة او التكبير او الدعاء. لأن الصلاة لهذه الأشياء بس. لو خرج منك صوت غير كده زي برضه ساعات الواحد يجي يدعي يقوم يدعي بكاف الخطاب زي دعاء العوام ربنا يهديك يا ابني يهديك كاف الخطاب انا بتكلم ابنها مش كاف دي الخطاب هي دي تبطل الصوت لان لا يخاطب في الصلاه الا الله ورسوله بس بكاف الخطاب فاهم لكن تقول ربنا يهديك يا ابني الكاف دي اسمها كاف ايه؟ الخطاب يبقى بتخاطب وابنك ده خارج ايه؟ لا يخاطب في الصلاة. لأنك أنت لا تخاطب إنسان في الصلاة على الإطلاق. إلا الله ورسوله. الله إياك نعبد وإياك نستعين. توكلنا عليك. وإليك إيه؟ توكلت عليك وإليك أنيب مثلا. لك والرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعاكم لما يحييكم استجيب له. وده كان خاص بالصحابة في حياة النبي. فلو النبي نادى واحد وهو في الصلاة من الصحابة يجيبه ولا تنقطع صلاته. شفت بقى كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب دلوقتي النبي في برزخه يبقى أصبح لا يخاطب أحد في الصلاة إلا الله. واضح؟ فلازم نفهم ولادنا وآبائنا وأمهاتنا كده الآداب دي لأن ممكن تبطل صلاته وهو مش دريان.
هو مش واخد باله، فعشان كده لازم نضبط احكام الصلاه. يعني تقول ربنا يهدي ابني بالصلاه مفيش مانع، انما بتقول اهديك يا ابني، اهديك زي اهديك كده ما ينفعش. يعني كاف الخطاب دي لا تكون الا لله بالصلاه، لان كاف الخطاب لغير الله كانك خاطبت غيره، ومخاطبه غير الله في الصلاه يبطلها. واضح؟  واللي عمل كده في الصلوات بتاعت زمان نقول له ما تعبش، لان هذه من الامور الدقيقه التي لا يعلم الا العلماء، لكن فيما تستقبل ما تعملش كده تاني. واضح؟ لان دي امور دقيقه لا يعلمها الا العلماء. في عواد بيصلي كده بقاله سنين بيقول كده وهو مش عارف انها تقع، فتقول له عين بقى صلوات السنين دي؟ لا، ما يعرفش، فتبقى كده ما يعذر فيه بالجرح. لكن عليك انك انت تعلمه عشان ما يعملش كده. وعن ابي قال حدثنا دعلب بن احمد قال حدثنا محمد بن علي بن زيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال اخبرنا سليمان بن المغيره عن حميد بن هلال قال صلى ابو موسى الاشعري لاصحابه فراوا شيئا فضحكوا منه، فقال ابو موسى حيث انصرف من صلاته: من كان ضحك منكم فليعد الصلاه. وعن ابي قال حدثنا احمد بن عبد الله الوكيل قال حدثنا الحسن بن عرب قال حدثنا هشيم عن سليمان بن المغيره عن حميد بن هلال عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه كان يصلي بالناس فراوا شيئا فضحك بعض من كان معه، فقال ابو موسى حيث انصرف: من كان ضحك منكم فليعد الصلاه. وعن ابي قال حدثنا حسين بن اسماعيل قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا علي بن ثابت حا تحول اسناد هيبتدي من ايه؟ من شيخ جديد. قال وحدثنا ابو حابب محمد بن هارون قال حدثنا محمد بن حاتم الزمي قال حدثنا علي بن ثابت عن الوازع بن نافع العقيلي عن ابي سلمه ابن عبد الرحمن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف ابو سيدنا عبد الرحمن بن عوف ابو سلمه ابنه كان احد فقهاء المدينه السبع في عصر التابعين عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يصلي باصحابه صلاه العصر فتبسم في الصلاه. تبسم يعني ايه؟ حركه الشفه بس بدون صوت. فتبسم في الصلاه فلما انصرف قيل له: يا رسول الله تبسمت وانت تصلي؟ قال: فقال: انه مر بي ميكائيل وعلى جناحه غبار فضحك الي فتبسمت اليه وهو راجع من طلب القول. يعني كان بيقاتل مع النبي. ايه؟ ودي ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ربنا يكشف له في صلاته ما لا يكشف لغيره، وبالرغم هذا الكشف كان ايه؟ لا يزهل عن صلاته صلى الله عليه وسلم بكمال رباطة جأش. ده انت يعني لو شفت فرق الصلاة ان شاء الله هتتنطط وايه؟ بتوصل. فاهم؟ فده بقى يشوف تكشف له النار، يكشف له الجنة. كل ده في محرابه وهو رابط الجأش في صلاته لا يتلجلج في قراءته. لا، عشان تعرف انه بشر لا كسائر البشر. بشر ثبته الله. فاهم؟ والتانيين يقول لك ايه؟ بشر زينا زي رماوة. ها؟ قلنا انت غبي اللي ما يعرفش مقام النبي يبقى غبي. ها؟ وعن ابي قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا يزيد بن الهيثم الباداء قال اخبرنا صبح بن دينار
قال حدثنا المعافى ابن عمران قال حدثنا الملاهيع عن زهدان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضاحك في الصلاة والملتفت يعني يلتفت بعين برقبة كده والمفرطع أصابعه يعني طقطق صوابعه بمنزلة يعني منزلة واحدة يعني بمنزلة المحبة في عدم الخشوع في عدم الخشوع. وعنه به قال حدثنا القاضي أحمد بن إسحاق ابن البغلول قال حدثني أبي مناولة عن المسيب ابن شريك قال وحدثنا يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن البغلول قال حدثنا جدي قال حدثنا المسيب ابن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال ليس على من ضحك في الصلاة إعادة وضوء إنما كان ذلك لهم حين ضحكوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ثبت في إعادة من الصلاة بسبب الضحك إعادة من الوضوء يعني إسناده ضعيف. باب التيمم. أصل التيمم هو القصد. تيمموا يعني اقصدوا التراب لكي تتيمم عند فقد الماء. إذا تيمم إلى الشيء يعني قصد جهة هذا الشيء. والتيمم عبادة بديلة عن الوضوء والغسل عند فقد الماء. وفقد الماء قد يكون حسي وقد يكون حكمي. حسي يعني ما فيش مية بالفعل. وحكمي يعني يعني عندك مرض يمنعك من استعمال المية بس المية موجودة. لكن في مرض يمنعني من استعمال الماء. يسمى فقد حكمي. كويس؟ يبقى عند فقد الماء حسا او حكما يبقى عندنا البديل والتيمم عن الغسل وعن الوضوء. عن الغسل للجنابة يعني وعن الوضوء للحدث الأصغر. يسموها عبادة بديلة عن الأصل. والبديل عن الأصل يبقى رخصة. يبقى التيمم رخصة. والعزيمة الوضوء والغسل. وعن أبي قال حدثنا عبد الله ابن محمد ابن عبد العزيز قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا أبو عوانة عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن الحراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعلت الأرض قبلها لنا مسجدا وجعلت قربتها لنا طهورا يعني خاصة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم لا قبل كده الأرض كلها لا تصلح أن تكون مسجدا للأمم الأنبياء السابقين لازم أماكن معدة للصلاة ما يصليش في أي حتة لازم يعمل مكان يعده للصلاة أمة النبي أي حتة في الأرض طالما طاهرة أو غير مغصوبة صلي فيه يشترط طهارة الأرض وعدم أن تكون أي أرض منصوب واضح؟ صلي فيه طهارتها يعني ما تكون فيها نجاسة ولا تكون موضع دفن لأن الدفن برضو يعرض الأرض للتلوث اللي بيخرج من الميت فتصبح أرض التربة نجسة فهمت؟ يبقى يشترط طهارة الأرض وألا تكون مغصوبة فمحدش يضع أرضه على أرض مش ملكه ويقول لك حبني جاي دي أرض مغصوبة يبقى بحقان الناس يصلوا في أرض مغصوبة وياما ناس وضعوا أيديهم على أراضي بنك الحكومة أو في حيز الري في بنك الري على شط الترع والنيل وعملوا منها مساجد ويقول لك أنا بنيت مسجد لله أنت ما بنش مسجد لله يا ابني أنت غصبت أرض لا ثواب لك فيها ويا ريت بنيته على حسابك لميت تبرعات من الناس كمان فهمت ازاي؟ ياما حصلت دي في مصر على مدى ال 100 سنه اللي فاتت. واللي كان متخصص في هذا مين؟ بتوع الجمعيه الشرعيه والاخوان المسلمين والسلفيه. الثلاثه دول كانوا عاملين الحكايه دي، صح ولا لا؟ عايز تبني مسجد لله تشتري الارض او تكون ارض مملوكه او ارث ليك ورثتها من ابيك وجدك تبقى دي ارض ملكك.
ابني بقى راس بجيبها لله حاجه جميله. انما تروح تغصب ارض مش بتاعتك، تاخد حته من الرصيف اللي الناس بتمشي عليه وتضيق الرصيف عشان الناس تمشي ببحر الشارع، وتقول انا هعمل هنا مصلى. شيء عجيب الشكل، شيء عجيب الشكل اللي شفناه على مدى سنوات طويله. طريق السكه الحديد ده من اسوان لاسكندريه ليه مكان اسمه حما. حما ايه؟ تبع مصلحه السكه الحديد، مش كده برضه؟ يجوا لك في حما القطر ده بقى ويبني لك مساجد على الخط من اسكندريه لحد اسوان، مئات المساجد بني. كل دي مساجد على ارض منصوبه، مفيش فقه ولا فهم. فهمت؟ يبقى عايز تبني مسجد يا حبيبي، يبقى على ارض غير منصوبه. يبقى جعلت لي الارض مسجدا وتربتها طهورا ما لم يكن فيها نجاسه او تكون مغصوبه. حتى التيمم بتراب مغصوب من ارض مغصوبه لا يصح. لا يصح عند ايه؟ الحنابله. ويصح مع الاسم عند مين؟ عند باقي المسجد. يأسم ويصح تيمم. زي اللي يتوضى ميه مغصوب، يسرى الميه ويتوضى، نفس الحكايه. وضوء صحيح على مزاج باطل على مزاج. واللي قال لك وضوء صحيح قال لك صحيح مع الحرمه، يعني ارتكب اسم. زي اللي يتوضى بمياه معدى سبيل للشرب، يعني في ميه كده كاتبينها سبيل للشرب، تروح انت مالي منها كوز وتقعد جنبها تتوضى. هذا الوضوء يبقى ايه؟ بماء مغصوب، لانك استعملته في غير ما سبل له. واضح؟ سبيل للشرب يبقى الميه بتاعته للشرب بس. واضح؟ ممكن تاخد منها تطبخ في البيت، لان الطبخ والحاجات دي من جنس الشرب. لكن ما تاخدش منها تغتسل او تتوضى عشان تصلي. واضح الكلام؟ فلازم نفهم يا جماعه، لان احنا استعملنا الاسلام واحكامه بطريقه خطا على مدى 100 سنه. فلازم نصحح بقى امورك. والارض كلها بقت مسجدا وتربتها طهورا لما بوركت بان النبي وطئها. ببركه ان النبي وطئها صارت بهذه الحال شرفا. لكن قبل ما النبي كان يجي ما كانش لها هذا الشرف. واضح؟ كل ده لاجل مين؟ لاجل النبي يسوع. واحنا خدنا من ايه؟ من مزايا النبي. يعني النبي خد مزايا امته من سته من بعض. فهم؟ وعنه به قال، يقول جعلت الارض كلها، جعلت الارض كلها، كلها دي توكيد تابع للمؤكد. اذا كان منقوع تبقى مرفوعه زي جعلت الارض، الارض نائب فاعل كده برضو. الارض كلها لنا مسجدا وجعلت تربتها لنا، يعني خاصة أمة الحبيب دون سائر الأمم السابقة. طهورا وجعلت صفوفنا مثل صفوف الملائكة في الصلاة. وعنه به قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن غيلان قال حدثنا الحسن ابن الجنيد قال حدثنا سعيد بن مسلمة قال حدثنا أبو مالك الأشجعي بأبا إسناد مثله وقال وجعلت الأرض كلها لنا مسجدا وترابها لنا طهورا إن لم نجد الماء. وعن أبي قال حدثنا القاضي أبو عمر محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن غرمز الأعرج عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. مولاها يعني هي كان عبدا عندها فاعتقد فكان يخدمها. كويس؟ ادي ايه؟ يسموه ولاعب ولاعب. مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على ابي الجهيم
ابن الحارث ابن السمنة الأنصاري. فقال أبو الجهيم: أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نحو بئر جمل، مكان اسمه بئر جمل، فلقيام رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه وذراعيه ثم رد عليه السلام. يعني انت لو متعجل وعايز تبقى على طهارة سريعا لأمر عرضي ومش فاضي تروح تجيب المية بالرغم ان المية موجودة بس عايزة مشوار، هنا لما سلم عليه إجابة الصلاة تكون ايه؟ تكون موالاة بالموالاة بدون تأخير. فلو هيروح النبي عايز يرد السلام وهو على وجهه على سبيل الاستحباب أو على طهارة في الماء، فضرب على الجدار وكان معمول من لبن يعني من تراب، ومسح على وجهه وضرب ومسح عليه بذراعيه ثم رد عليه. فاهم؟ زي بالظبط أنت مثلا شايف ابنك بيحكي وداخل على الأوضة اللي فيها المصحف موجود على الحامل، هيعبس فيه وإيه؟ وهيقطع، وأنت على ما تروح تتوضأ وترجع هيكون عمل المهمة على أكمل وجه. مش كده برضه؟ لأن مش عايز تلمس المصحف وأنت مش متوضأ، فتعمل إيه؟ روح ضارب على طول على شوية تراب عندك على حرف الشباك بتاعك وتمسح على وجهك وضربة وجيلك وتنقذ المسلم من هذا الذي ايه من الدابه اللي بتعيشه الارض فساد. ما هو العيان دول دواب كده بيعيشوا في البيت فساد. من دواب الارض. فاهم؟ يبقى ايه اتعلمنا من الحكايه دي ايه؟ انك انت لو مش ثابت تتاخر طهاره سريعه لانقاذ موقف اتيمم حتى لو في وجود الماء، لانك لو زعقت للماء هتاخد وقت طويل. واضح؟ وعنه به قال: حدثنا العباس ابن العباس قال ابن المغيرة قال حدثنا عبيد الله ابن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن الأعرج عن عمير مولى عبيد الله ابن العباس عن أبي لهيم ابن الحارث ابن الصمة أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب نحو بئر جمل ليقضي حاجته. يبقى بئر جمل ده مكان بعيد من الطابع كده، النبي ذهب إلي في حاجته. فلقياه رجل وهو مقبل قبل ما يتوضأ يعني. فسلم عليه، فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه. وعن أبي قال: حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الرحمن بن برغز الأعرج عن عمير مولى عبيد الله بن عباس قال: وكان عمير مولى عبيد الله ثقة فيما بلغني عن أبي جؤيب بن الحارث بن السم الأنصاري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبعض حاجته نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى وضع يده على الجدار ومسح بها وجهه ويديه ثم قال: وعليك السلام. طب هل لو رد عليه السلام وهو على غير وضوء جائز؟ طب ايه والافضل ايه؟ ان يكون على او على طهر. يبقى هنا مش معنى كده ان رد السلام وانت على غير وضوء غير جائز، لا هو جائز، والنبي بيعلمنا المستحب. واضح؟ وعن أبي قال: حدثنا أبو سعيد محمد بن عبد الله ابن إبراهيم المروزي قال: حدثنا محمد بن خلف ابن عبد العزيز ابن عثمان بن جبلة قال: حدثنا أبو حاتم أحمد بن حمدوي ابن جميل ابن مهران المروزي
قال حدثنا أبو معاذ قال حدثنا أبو عصمة وموسى بن ربه عن الأعرج عن أبي جهيمة قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بئر جمل إما من غائط وإما من بول فسلمت عليه فلم يرد علي السلام فضرب الحائط بيده ضربة فمسح بها وجهه ثم ضرب أخرى فمسح بها ذراعيه إلى المرفقين ثم رد علي السلام. قال أبو معاذ وحدثني خارجة عن عبد الله بن عطاء عن موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي جهيمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل. يبقى التيمم عبارة عن ضربة على الصعيد، والصعيد هو التراب عند الشافعية، وعند المالكية كل ما كان على وجه الأرض ولم تمسه يد إنسان، يعني ما ينفعش تبني تحط إيدك على الأسفل ولا على إيه الوصيف، لأن الوصيف معمول من الأسمرة، لازم تكون حاجة بطبيعتها اللي ربنا خلقها عليها. وحط إيدك على رخام أو الرخام ده كويس عند الملكية، يجوز تتيمم على رخام. تعالى قوة الصالون مش في ترابيزة فيها عليها ثمن ورثها من أيام جدك، خلاص عايز تتيمم هتروح حاطط إيدك على الرخام دي تقول بسم الله نويت وكده. التيمم الاستباحة إيه؟ قراءة القرآن أو الاستباحة الصلاة أو الاستباحة ذكر الله مثلا، التيمم لذكر الله اذا كان لامر ايه مستحب، اذا كان لامر واجب ونويت التيمم لاستباحه فرض الصلاه، وهي في النيه محل القلب، وحاطط ايدك وتروح ماسح وجهك، ضرب ايدك تاني وتروح ماسح لحد المرفق من الشمال لهنا، وما تمسحش بقى الكف ده عشان فيه هتمسك بيه التانيه، خلاص وتعمل كده عشان الحته دي لسه ما تسمعش. ادي التيمم ضربتين، ضربه للوجه وضربه للكفين وجوبا والمرفق سنه. واضح؟ وتصلي. فهمت بقى الحكايه؟ ونكمل ان شاء الله يوم السبت القادم باذن الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.